السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو مرشحات أو تلخيص مادة الاجتماعيات للصف الثاني المتوسط، طبعا الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث. مرشحات أو قلنا تلخيص مادة الاجتماعيات للصف الثاني المتوسط، الفصل الأول والثاني والثالث استفادوا من عدها، يعني كل شيء، فراغات، تعاريف، أسئلة، تعاليل. يلا عيني اخذوا لها سكرينات للصفحات. هذه الورقة الأولى وهذه الورقة الثانية.